افتتح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وقال رئيس مجلس النواب: سنسعى جاهدين لتعزيز أواصر التعاون بين المجلس والحكومة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكلنا يقين أن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية. في بداية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية والتي تعهد فيها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس باستكمال ما بدأه المجلس من صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه واستكمال الدور الرقابي. أقول للمواطن المصري: نحن هنا من أجلك، ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا بكل إخلاص وتفان من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا، والله على ما نقول شهيد. إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. ومن جانبه، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستعطي الأولوية لتنفيذ توصيات المجلس، متعهدا ببذل الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للنواب التواصل المنتج مع الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم. تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة هي وسيلة لا غنى عنها تمكن الحكومة قبل البرلمان من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات والعمل على تدليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر ودعم لحكومته التي تحظى بثقتكم. وخلال الجلسة، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة لإبداء الرأي بشأنها. هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن يعاود المجلس الانعقاد في جلسة أخرى قادمة.